كثير من المشاريع الاقتصادية أعلن عنها خلال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ باستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار. كان على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيكون مركزا للتجارة العالمية، حيث قدمت مصر رؤيتها للمستقبل حتى 2030 لتكون ضمن الدول المستقرة اقتصاديا. السيدات والسادة، إن مصر اليوم وهي ترحب بكم تفتح ذراعيها للتعاون البناء والمشترك وتبادل الخبرات. إن اتساع حجم السوق في مصر يجعلها أكبر اقتصاد في المنطقة من حيث الطلب الداخلي. ومن بين أهم هذه المشاريع التنموية مشروع وزارة التموين، وهما المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط، ومشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة من خلال توفير 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية. وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لعرض المشروعات القومية الضخمة خلال المؤتمر، أعلنت الشركة المصرية للتكرير عن طرح استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار بما يساهم في إنتاج 4 ملايين طن سنويا من المواد البترولية. هناك عديد من المشروعات العملاقة، ومنها على سبيل المثال للحصر مشروع المثلث الذهبي لتكوين منطقة صناعية واقتصادية في جنوب مصر، مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وخلق مجتمع عمراني وزراعي وسياحي جديد، مشروع شرق العوينات، مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب بدمياط، مشروع إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة، مشروع إنشاء 3400 كيلومتر طرق سريعة ومحاور رئيسية لتكون شرايين للتنمية لمصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا. التنمية البشرية كانت من أهم أهداف الدولة في المرحلة المقبلة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق مكان جيد للاستثمار، حيث تسعى مصر إلى اقتصاد مستدام يقوده القطاع الخاص بحلول عام 2030 وخلق مزيد من فرص العمل للشباب من خلال خلق ممرات جديدة للتنمية وطرح المشروعات القومية الكبرى، ومن بينها بناء 1 مليون وحدة سكنية وشبكة الطرق الجديدة وسد الفجوة في مجال الصحة والتعليم وتحقيق الاستفادة القصوى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة على طريق القاهرة السويس في غضون 7 سنوات، وهو ما سيسهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية والإصلاح الإداري والاقتصادي في جدول زمني محدد.